سوكوترا جزيرة أسطورية مليئة بالألغاز، إنها المثوى الأخير للطائر الأسطوري فينيكس. عندما مات وضع عشه على مذبح معبد الشمس في جزيرة بنشايا المعروفة اليوم بسوكوترا. لقبت سوكوترا بالجزيرة المباركة، وقد كانت موطناً لأفضل العرافين. ماركو بولو أقر أنه كان بإمكان العرافين رفع الرياح كي تبحر السفن التجارية وسط صخور الشاطئ المميتة. سوكوترا أحد الأماكن غير المستكشفة في الكرة الأرضية. سوكوترا تابعة لليمن، وهي تقع على بعد 250 كيلومترا من شرق الصومال، وعلى بعد 350 كيلومترا من جنوب شبه الجزيرة العربية. إنها أكبر جزيرة يمنية، يبلغ طولها 135 كيلومترا وعرضها 42 كيلومترا. تحيطها ثلاث جزر صغيرة ونائية. في العصر الثلثي انفصلت عن البر الرئيسي خلال انجراف القارات، وقد تسبب هذا بعزل الحيوانات والنباتات القديمة التي سرعان ما اختفت في مناطق أخرى. ولكن هنا تطورت هذه الفصائل وباتت موجودة حصرياً في هذه الجزيرة. لقد بقيت مجهولة بالنسبة إلى العديد من الناس، لأنها طوال 8 أشهر من كل سنة تفصلها عن بقية العالم الرياح الموسمية، البحار الخطرة، الرياح المرتفعة ومرافئها غير المحمية. مجموعة من الشروط القاسية أبقت الجزيرة منعزلة حتى القرن 21. تاريخ الجزيرة القديم مجهول إلى حد ما. كريستيان روبان عالم تاريخ فرنسي يدرس تاريخ اليمن منذ 30 سنة. إن عدنا بالزمن إلى التاريخ القديم فلن نعرف مثلا متى قطن أول إنسان في سوكوترا. لم تجر أي أبحاث حول أزمنة ما قبل التاريخ، ولكن على الأرجح أن الإنسان قطن فيها منذ القدم، بما أن الجزيرة تقدم عدة ظروف إيجابية خصوصا فيما يخص الكهوف. نحن هنا في كهف، ويمكننا أن نرى بوضوح أنه ملجأ ملائم جدا. لقد بحثنا عن آثار لسكان قدماء، وعدم عثورنا على أي شيء في السطح لا يعني شيئا مطلقا. لقد احتل الإسكندر الكبير الجزيرة ليوفر لجنوده نبتة الصبار الشفائية. كتيب قديم لبحار يوناني من القرن الأول يعطينا وصفا مفصلا لبضائع سوكوترا الثمينة التي يمكن مقايضتها: البخور، المر، الصبار، أصداف السلاحف، ومادة صمغية حمراء تدعى زنجفر. في زمن الرومان كانت الجزيرة جزءاً من مملكة حضرموت التي حكمت جنوب شبه الجزيرة العربية. لأسباب استراتيجية فتح البرتغاليون سوكوترا عام 1507. اليوم كل ما تبقى من الآثار التاريخية القديمة هو بقايا حصن وبقايا مسجد حولوه إلى كنيسة. هيدي دريدي عالم آثار تونسي أتى مع البروفيسور روبان للتحقيق في ماضي الجزيرة الغامض. بالنسبة للآثار لا نعرف سوى القليل عن سوكوترا، فهناك بعض الآثار فقط. نحن هنا في الحصن البرتغالي، أحد أفضل المواقع المصونة في سوكوترا. تاريخ هذا الحصن معروف نسبياً، وذلك بفضل البيانات التي تركها البرتغاليون. في عام 1506 أبحر من لشبونة أسطول بحري كان يقوده تريستان داكونيا، وقد وصل إلى هنا في شهر نيسان أبريل من عام 1507، وهاجم الحصن مستوليا عليه في 6 ساعات فقط، وأطلق البرتغاليون عليه اسم حصن سان ميشيل. بيانات البرتغاليين تشير إلى وجود مسجد تحت الحصن،
وبعد الاستيلاء على الحصن حول البرتغاليون هذا المسجد إلى كنيسة، وقد أطلقوا عليها اسم سيدة الانتصار نظرا لنجاحهم في فتح الحصن. بريطانيا كانت الأمة التالية التي سيطرت على سوكوترا. لم تكن الجزيرة ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى البريطانيين مقارنة بالنشاط التجاري المربح في مرفأ عدن. في عام 1967 وقعت سوكوترا تحت السيطرة السوفيتية، وقد أقفلت بابها بوجه الزائرين لأسباب عسكرية. وحتى بعد رحيل الروسيين تعذر بلوغ الجزيرة بسبب الحرب الأهلية اليمنية. في السنوات الأخيرة فقط فتحت أبوابها بوجه الزائرين الأجانب. اليوم يأتي العديد من العلماء لدراسة الجزيرة. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يهدف إلى تنمية وحماية بيئة الجزيرة. المستشار التقني الأول هو الدكتور إدواردو زندري. يصنف أرخبيل سوكوترا من بين أفضل 10 جزر في العالم من ناحية أهمية نباتاته. نسبة النباتات الحصرية فيه، أي النباتات الموجودة فقط في هذا الأرخبيل، عالية جدا، تناهز حوالي 900 صنف من النباتات المسجلة، ومن بينها 300 صنف موجود فقط في هذه الجزيرة. والنباتات الحصرية مهيمنة أيضا على مناظر سوكوترا الطبيعية. أشجار دم التنين وأجناس أخرى متوفرة هنا تميز المناظر الطبيعية في كل مكان من هذه الجزيرة. إذن نحن لا نتكلم على أجناس قليلة نادرة يلاحظها علماء النبات فقط، ولكن هذه الأجناس تشكل جزءا مهما من المناظر الطبيعية المحلية والحضارة المحلية أيضا. بما أن المحليين أنشأوا عدة استعمالات مفيدة من جميع هذه النباتات. يعرف نجد ديكسام بأنه يشتمل على أكبر عدد من أشجار دم التنين، وكباقي الجزيرة يتألف النجد من طبقة متراصفة من الحجر الكلسي. الأساطير تقول إنه وقع عراك بين فيل وتنين، الفيل سحن التنين ومن دمه نبتت شجرة دم التنين. لحاؤها مؤلف من مواد إسفنجية مختلفة جدا عن الخشب، لهذا لا يمكن تحديد عمر الشجرة وفق الوسائل المتعارف عليها. يعتقد أهل الجزيرة أن عمر الشجرة يزيد عن آلاف السنوات. هذه الأشجار لا تتجدد، وطريقة تكاثرها تبقى لغزا. في القدم كانت القيمة المادية للزنجفر، أي المادة الصمغية الحمراء المستخلصة من شجرة دم التنين، تفوق قيمة الذهب بعشر مرات. كان المجالدون يستخدمون الزنجفر كمطهر، أما الرومانيون فقد كانوا يطلون الرخام به. سليم يعرف كيفية استخلاص دم التنين من الشجرة، هذا لا يؤذيها. يستخدم الزنجفر محليا كعلاج للزحار وللحروقات ولتوثيق الأسنان غير الثابتة، ويستخدم أيضا كمستحضر تجميل وكصباغ للزجاج وكطلاء لتزيين الأواني الفخارية.
في أوقات الجفاف الشديد فقط يسمح سليم لمواشيه بأن تقتات بأوراق الشجرة. يأتي سليم من قرية هاجينو، سكان الأجزاء الجبلية والوسطى من الجزيرة. الجبوليون هم أهل الجزيرة النصف بدويون. إنهم خلفاء القبائل العربية الجنوبية الأولى التي أتت إلى سوكوترا. لقد أخذ سليم دم التنين إلى منزله. قامت أمه بتسخين الزرور الناعمة على النار إلى أن أصبحت لزجة. وبعدها قسمتها إلى كريات صغيرة بغية بيعها. الكهوف العديدة والصدوع الصغيرة في الصخور تشكل بيوتاً مثالية وحظائر للمواشي. أحد الاستعمالات الأبرز لدم التنين هو تزيين الأواني الفخارية. لا يزال الخزافون يستخدمون نفس التقنيات التي كانت متبعة منذ آلاف السنين. بسبب المناخ الجاف يصعب إيجاد الطين الطبيعي. ينخل التراب الأحمر ثم يخلط مع الماء لتحضير الطين. دولاب الخزاف لا يستخدم مطلقاً. تتم صناعة الأواني الفخارية يدوياً. تستعمل الأصداف البحرية والأحجار الصغيرة لصقل سطح الأواني. ما يثير الدهشة أنه منذ القدم لم يتبدل شيء في التصميمين الأساسيين، القدر المستديرة وحاملات البخور. بعد ذلك تترك القدر كي تتصلب. لا يستخدم التنور، والأواني الفخارية تخبز على نار مطلقة. هذا بشاكل المجمل تعالي ترى. يسخن دم التنين ثم يوضع في وعاء صخري صلب. يجب أن تطلى به الأواني الفخارية عندما يكون حاراً. كل نوع من القدر يحمل علامة مميزة مطلية بدم التنين، وقد عرفت هذه الرموز منذ العصور القديمة. نجد في سوكوترا المجموعة الأكثر تنوعاً في العالم من أشجار البخور.
تقشط البلورات من الشجر لاستخدامها كبخور، ثم توضع فوق جمر حار في قدر البخور. كل طفل يعلم أنه من الممكن مضغ البلورات بشكل مباشر، بحيث أنها تستخدم كمضيغة طبيعية تبيض الأسنان. حسناً، 30 درجة غربي شرقي. العالمة سو كريستي وزميلها نيل أوكمن تابعان لفريق نباتي يقوم بدراسة صبار سوكوترا. الصبار فصيلة نباتية كبيرة منتشرة في أفريقيا وآسيا، لكن جنس صبار سوكوترا غير متوفر في أي مناطق أخرى، وهناك نوعان أو ثلاثة أنواع منه في الجزيرة. يستخدمه المحليون لعدة أغراض. الاسم المحلي للصبار هو تايف في اللغة السكوترانية، ويستعمل محليا لصناعة الأدوية، ويصدر أيضا إلى البلدان الخليجية حيث تصنع منه أدوات التجميل. يحصد بطريقة مدروسة حرصا على عدم إيذاء النبتة. أثناء عملية الحصاد تصان النبتة من خلال المحافظة على الجزء المركزي من أوراقها. يتم حصاد الأوراق الدنيا فقط. يحصد الصبار بطريقتين مختلفتين في أجزاء مختلفة من الجزيرة. في قسم من الجزيرة تستخدم هذه النبتة محلياً فقط، وتحصد عن طريق قطع رؤوس أوراقها، ورؤوس الأوراق المقطوعة تستعمل كمطهر بحيث أنها توضع مباشرة على الجروح. أما في الأماكن التي يحصد فيها الصبار لأسباب تجارية، تختلف تقنية الحصاد بعض الشيء. تقطع الأوراق من أسفل النبتة وتوضع كل الأوراق المحصودة في حفرة مع البلاستيك أو جلد الماعز بغية تصريف عصارة التايف بشكل طبيعي في تلك الحفرة، وبعد ذلك ترتب الأوراق في جلود ماعز صغيرة وتصبح جاهزة للبيع إما لمشترين محليين أو تصدر إلى الدول الخليجية. إنه منتج ثقيل جدا وكثيف جدا، مثلا تزن هذه الحزمة بضعة كيلوغرامات. وأوراق النبتة عندما تعصر تفيد أيضا لمعالجة بعض الأمراض كالملاريا وغيرها. علاقة السكوترانيين ببيئتهم رائعة جدا. لديهم تقليد يحترم البيئة الطبيعية ويفرض عليهم أسلوبا معينا للتعامل معها. أحد الأشياء التي يحبذها المجتمع هي زراعة الصبار بجانب القرى. إنه ينمو من هذه البذور التي تدخر مواد ثمينة للمستقبل. نحن نقوم بمعاينة تبيئية شاملة للصبار كي ندرس تفاعلات النبتة مع بيئتها ومع النباتات والحيوانات الأخرى التي تعيش معها، إلى جانب المعلومات الجديدة التي سنحصل عليها على إثر هذه المعاينة. سيكون لنا تطبيقات عملية إذا تبين أن النبتة بحاجة لحصاد إضافي أو في حال اضطررنا لزرع المزيد منها. 45 55 42 اتجه نحو نخلة البلح الوحيدة، إنها الشجرة الثالثة من هذه الناحية. حسنا، اذهب. انحرف إلى اليمين قليلا. حسناً، نحن ندرس مجموعة من العوامل التي تؤثر على نمو النبتة، أخذين بعين الاعتبار الأماكن المختلفة التي تعيش بها على هذه الجزيرة، علاقاتها المختلفة مع الساحل، نموها في مرتفعات متفاوتة العلو، الأماكن التي تنمو بها بالمقارنة مع توزعها في منحدرات المنطقة، شروط تربتها ونسبة نموها في الأماكن الصخرية، لأنه يبدو أن الصبار يفضل المناطق الصخرية أكثر من المناطق الرملية.
بالإضافة إلى مجموعة من الخصائص البيولوجية كالنبتات التي تنمو معها والحيوانات التي تغذوها من حشرات، حيوانات ضارية وماعز. وأخيرا ندرس كل شروط فصيلة الصبار نفسها، صحة النبتة، حجمها، وضعها التكاثري، وبنية الفصيلة التوالدية، إضافة إلى خصائص متنوعة كقدرة أوراقها على احتجاز المياه، لون النبتة، واستعدادها للتكاثر بواسطة البذور في أوقات مختلفة من السنة. سبب دراستنا للصبار هو إيجاد فرص عمل محلية إضافية وإحراز استثمار رابح. إن إحدى المزروعات المؤازرة القليلة التي يمكن استثمارها في هذه الجزيرة، من الممكن أن نحتاج لزراعة المزيد من الصبار بحسب نسبة الإقبال عليه بغية استثماره في استعمالات مختلفة. القسم الشمالي الشرقي من الجزيرة يحتوي على كهوف كبيرة عدة. البروفيسور روبان وفريق من علماء المغاور والكهوف يجرون دراسات في كهف كبير معروف بكهف هوك. تتطلب هذه البعثة لوجستية معينة بما أنه متعذر الوصول إلى مدخل المغارة بواسطة الجيب، وتستغرق عملية الاستكشاف بضعة أيام. القرويون المحليون يقدمون المساعدة من خلال حمل معدات التخييم طوال رحلة التسلق إلى الكهف، والتي تستغرق 3 ساعات. في الصباح أحضرت امرأة من قرية صيد مجاورة بعض الخبز والسمك إلى المعسكر الذي نصب تحت مدخل الكهف المذهل. في العصور القديمة كان شعب القمة الجنوبية من شبه الجزيرة العربية يتكلم مجموعة واحدة من اللغات، لكنها لم تكن اللغة العربية. أما بالنسبة إلى سوكوترا فقد تم الحفاظ على اللغة المتوارثة من ألسنة شعب شبه الجزيرة العربية. هذه المجموعة الصغيرة من اللغات العربية الجنوبية المسماة بلغة عربية عصرية فرعية ذات أهمية لغوية كبيرة. هذه اللغات مختلفة جدا عن اللغة العربية العصرية، مع ذلك فهي تحتفظ ببعض الخصائص التابعة لأقدم اللغات السامية. طبعا هناك بعض التشابه بمفردات اللغة، ونجد تحديدا حروفا ساكنة جانبية، وذلك يعطينا تبصرا واضحا حول الطريقة التي كانت تحكى بها تلك اللغات السامية القديمة. سع 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 يعني سين عين هي بدون عين بدون عين سع 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 عين شبه منتهية شلة 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 أول حرف ش 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
أبعد عن الدراسات اللغوية القليلة التي قامت بها بعثة نمساوية في بداية القرن العشرين، تبقى الجزيرة مجهولة من ناحية الأبحاث العلمية. بالنسبة إلى دراسة حيواناتها ونباتاتها ولغتها أو حتى الأبحاث الأثرية، ما زلنا في بداية استكشافنا العلمي لهذه الجزيرة. مؤخرا اكتشفت مجموعة علماء كهوف بلجيكيين شبكة كهوف كبيرة عمقها حوالي كيلومترين، وتشتمل على مجموعة منوعة من الآثار القديمة. قد تبرهن تلك الآثار أن الكائنات البشرية كانت ناشطة داخل الكهف. لهذا السبب جئت إلى هنا برفقة زميل لفهرسة هذه الآثار ولنرى ما بإمكانها تلقيننا إياه بشأن جزيرة سوكوترا. عند المدخل توجد آثار عدة تدل على أن الرعاة يستخدمون المياه المتقطرة التي تتساقط في الحوض الطبيعي والحوض الصنعي. تستخدم القدر الفخارية لجمع المياه العذبة للاستهلاك البشري، بينما تحفظ مياه الحوضين لقطيع ماعز قبائل البدو الذين يعيشون في الجبال. إن الكهف مذهل. الأرض مغطاة بالبلورات الجصية النادرة المجهولة كليا في عالم أوروبا الموجود تحت الأرض. اللآلئ الكهفية مبعثرة في برك صغيرة. الأبعاد الهائلة لهذا الدهليز مؤثرة جدا، فعرضه يزيد عن 30 مترا وارتفاعه حوالي 20 مترا. من الرواسب الكلسية المدلات من سقف الكهف تشكلت بلورات جصية مكونة عالما مدهشا للغاية. إنه واحد من أروع الكهوف التي اكتشفها علماء المغاور. من كان يتصور أنه توجد معجزة كهذه في جزيرة بعيدة تائهة في المحيط الهندي؟ بعد 600 متر من الاستكشاف ظهرت أول آثار لوجود بشري. هنا لدينا ثلاثة. لهذه زينة مدهشة، وهذه أيضا. Donc je me positionne parallèlement au maître, j'essaye d'avoir tous les fragments. على مسافة أبعد في الكهف وجدت نقوش مكتوبة بالطين والفحم، بعضها مكتوب بلغة عربية جنوبية زالت في القرن الرابع بعد الميلاد، والنقوش الأخرى مكتوبة باللغتين الإفريقية والهندية القديمة. غالبية النقوش تبدو وكأنها إمضاءات لا نصوص مفصلة. أجل، هذا يثير الفضول. ثمة عدد كبير منها، إنها مجموعة كاملة. هذه النقوش مثيرة بالذات، فقلما توجد رسومات مراكب في اليمن سوى النماذج المعدودة التي وجدت في أوفار. يبدو هذا وكأنه مركب قديم نظرا لوجود هذه المجاذيف. المركب القديم ذو معنى، إنه يدعم فكرة أن زائري الكهف الأوائل
لم يكونوا فقط من سكان هذه الجزيرة، بل كانوا أيضا رحالة من بلاد أجنبية. النقوش المكتوبة بلغات مختلفة تؤكد هذا أيضا. Et il s'arrête à peu près 40 centimètres. 40. La lecture est claire, mais c'est. الخطوط واضحة جدا. هذه بطرفة، أي طريقة قديمة في الكتابة تجري فيها السطور من اليمين إلى اليسار، ثم من اليسار إلى اليمين على التوالي. لقد وجد المستكشفون 48 نصا. ما يثير الدهشة أنه لا يزال بجانب النصوص المكتوبة بالفحم قطع الفحم التي كتبت بها. لقد تركها آخر مستعمليها منذ مئات السنين. لقد اكتشف لوح خشبي كان يقع تحت حاملة البخور. حاملة البخور مصممة بالطريقة ذاتها المعتمدة في أيامنا الحالية، لكن التكونات الكالسيتية التي تغطيها تبرهن أنها قديمة جدا. هذه حاملة بخور أخرى، شكلها مختلف بعض الشيء. إنها مصنوعة بطريقة بسيطة. الزخرفات الأربع الصغيرة التي تكلل عنقها مثيرة للفضول. إلى مسافة أبعد في الكهف وجد علماء الكهوف لوحة خشبية أخرى بحالة أفضل من اللوحة الأولى. هذه هي اللوحة الشهيرة. شكوكي بشأن أصالتها بدأت تتضاءل نظرا لكل النقوش العربية الجنوبية التي صادفناها على طول طريقنا. ما فاجأني هو وجود نصوص باللغة الآرامية من النوع التدمري. هنا في اليمن لا يوجد أي تفسير سهل، خصوصا أنه ليس اكتشافا عاديا ولا شبيه له في تدمر، بما أن المناخ لا يسمح بذلك. يبدو أنها قطعة فريدة. لا أذكر أني رأيت لوحة خشبية مماثلة لها في أي متحف، بل لا أعتقد أني رأيت شيئا من هذا القبيل في السابق. لقد نقشت الحروف بعمق في الخشب. إن صوبنا الضوء على إحدى زواياها فسيسهل علينا قراءة النقوش. لا يبدو أن لها علاقة كبيرة بتاريخ الجزيرة. لابد أنها جلبت إلى هنا، إلى مكان لا يرتقب أن تكتشف فيه. في شهر تموز يوليو في اليوم 25 من عام 569، أنا أبجار ابن أبشما يشمير جلبت أول تقديماتي إلى هنا. فليبارك الله الذي هو معلمنا الإنسان الذي يقرأ هنا هذه اللوحة، وليبارك من يضع هذه اللوحة في مكانها. نحن على بعد كيلومتر ونصف من المدخل، وعلماء الكهوف يقولون إنه يستحيل على الحيوانات الدخول إلى هذا الحد البعيد من الكهف، ولكن يبدو وكأن الحواف قضمتها بعض الأضراس الحيوانية. أقترح أن تجمعوا كل الشظايا الصغيرة والأجزاء التي يمكنكم العثور عليها. شيء مثير أن نعرف أي نوع من الخشب هذا. اللوحة تشتمل على تاريخ محدد، عام 569 من العصر السلوري، أي عام 258 بعد الميلاد. نقوشها مكتوبة باللغة الآرامية، أي باللغة التي كان يتكلم بها يسوع الناصري، ولكنها تأتي من بالميرا، المدينة التي تقع في سوريا الحالية. منذ أكثر من 17 قرناً لابد أن الكهف كان حرماً مقدساً. حتى الآن إنه الحرم المقدس الأول الذي يكتشف داخل مغارة. على الأرض طبعات أقدام رجال وأطفال تجمدت في الصخور كلقطة فوتوغرافية للطقس الصوفي الذي تم في هذا المعبد الموجود تحت الأرض. لقد عاد الفريق عبر الشاطئ الشمالي إلى هديب العاصمة. البروفيسور روبان
وهايدي دريدي زار السلطات المحلية للإعلان عن المكتشفات المذهلة. كهف بمواصفات كهف هوك يتمتع بطول بالغ ويصعب الوصول إلى أبعد أقسامه، إضافة إلى اشتماله على مجموعة كاملة من الآثار القديمة التي تظهر أن شعوبا قديمة من جميع أرجاء العالم زارت هذا الكهف بمناسبات عديدة وبطريقة مكثفة، يعتبر شيئا فريدا في العالم القديم. النصوص التي اكتشفت في كهف هوك مثيرة للاهتمام لأنها تبين أن البحارين والتجار من جميع أرجاء العالم قاموا بزيارة جزيرة سوكوترا، وهذا يسلط الضوء على كيفية سير النشاطات الاقتصادية في العصور القديمة. لم تكن نشاطات الجزيرة التجارية تحت السيطرة الكاملة لمملكة حضرموت التي كانت ستفرض على الأرجح أن تتم عمليات تصدير المنتجات من مرفأ حضرموت الكبير على الساحل اليمني، لكننا نعتقد أن السفن من جميع أرجاء العالم كانت تتوقف عند الجزيرة إما للحصول على مياه عذبة أو لمقايضة السلع، إذن لم تكن هناك سيطرة مطلقة على التجارة. لا أحد يعلم ما هو عدد سكان سوكوترا، ولكنه قدر بأربعين ألف نسمة. سكان هديبو والمناطق الساحلية الساريون يتحدرون من أسلاف عربية هندية وأفريقية مختلطة. تعتبر هديبو من أكبر المدن وأكثرها عالمية. إلى جانب أشجار البلح وعملية جمع العسل البري التي تتم بين الفينة والفينة، لا يزرع شيء في الجزيرة. يقتات السكان بالأسماك والماعز والأبقار الصغيرة. في هديبو تزرع الخضار في الحدائق الخاصة الصغيرة. منذ عام 1999 تنقل الطائرات أسبوعياً الطعام وسلعاً أخرى من بر اليمن الرئيسي إلى هديبو. لا تصل المياه الجارية إلى العديد من منازل هديبو، وتغذى المنازل بالطاقة الكهربائية لبضعة ساعات من النهار فقط. وعلى الرغم من ارتباط الجزيرة لمدة طويلة بالنصارى، إلا أن الديانة الإسلامية هي ديانتها الرسمية حاليا، وهذا سائد أكثر في هديبو وعلى طول المناطق الساحلية. البدويون الذين يعيشون في الأجزاء الداخلية من الجزيرة هم من المسلمين. كل يوم جمعة وفي فترة ما بعد الظهر يتوجه العديد من السكان إلى هديبو راكبين على ظهر شاحنات البيك أب. إنهم يقصدونها لمشاهدة مباراة كرة القدم ليوم الجمعة. الترفيه المسائي يبدأ بمرور فرقة موسيقية في المدينة كانت في طريقها لإحياء حفلة زفاف.
على الرغم من أن هديب آهلة بعدد كبير من السكان، يعيش معظم السوكوترانيون في القرى. يقولون مرحبا من خلال فرك الأنوف ببعضها بعضا. تقع قرية نجد عند الشاطئ الساحلي الجنوبي. هنا لا وجود للطاقة الكهربائية أو للمياه الجارية. تبدأ الحياة عند شروق الشمس وتتوقف عند المغيب. على الرغم من أن الجدران مصنوعة من الصخور المكومة، فإن سقوف المنازل مكونة من أوراق النخيل المجففة. عندما تهب الرياح الموسمية تنجرف منازلهم أو تنغمر بالمياه. لحسن الحظ جيولوجية الجزيرة توفر حلا ملائما لهذه المشكلة. تنتقل القرية بأسرها إلى العديد من الكهوف بغية الاحتماء فيها. الكهف ليس بعيدا عن القرية، إنه مجهز تقريبا بشكل دائم، فعندما يأتي الموسم القاسي يمكن لجميع العائلات الاستقرار على الفور في أراضيها المعدة مسبقا. الجدران الحجرية الصغيرة والتخوم تحدد مقاطعة كل عائلة. عيسى يشعل نارا من خلال حك بعض العيدان ببعضها بعضا. إدرام النيران هو أحد وظائف الرجال، وحالما يتعلم هذا الفن القديم يصبح جاهزا للزواج. باستثناء المواقع النائية جدا، قد تكون سوكوترا أحد الأماكن الوحيدة في الكرة الأرضية حيث يمكن للرجال إشعال النار من دون أي أدوات عصرية. الكهف ليس ملتجأ فقط، إنه يوفر الكثير من المياه العذبة لعائلة عيسى. بالنسبة إلى السكان، موردهم الأساسي هو المواشي إلى جانب صيد الأسماك طبعا. عائلة عيسى محظوظة للغاية، إنها تعيش بجانب البحر، لذلك يمكنها الاستفادة من الموردين معا. السكان يحترمون الحيوانات جدا، موتها ضروري من أجل بقاء عائلاتهم وقبائلهم، ولكنهم يقتلونها بنبل بحيث أنهم يصلون عليها قبل ذبحها. لا يهدر أي جزء من الحيوان. زوجة عيسى تحضر جلد الماعز لتصنع إناء لنقل الحليب أو الماء. وبما أن الزراعة مفقودة في هذه الجزيرة، تمتلك غالبية السكان المواشي، وقطيعهم يقتات بالعلف الطبيعي عوضا عن العلف المزروع والعشب. القرويون مقسمون إلى عدة مجموعات قبلية. إنه مجتمع منظم للغاية، وهو يتبع قوانين قديمة جدا تعود إلى العصور السابقة. تتألف القبيلة من عدد من العشائر التي تضم عادة أفرادا من نفس العائلة أو الأنسباء. تختار كل عشيرة قائدا يطلق عليه اسم المقدم، ثم يختار هؤلاء القادة زعيما للقبيلة أو الشيخ. بسبب تنقل الماشية الموسمي، لدى السكان على الأقل مسكنان أو أكثر، بحيث أن كل مسكن مجهز لاستقبال البشر والمواشي. على نحو تقليدي، انتمت الأراضي دائما إلى القبائل الفردية أو إلى جماعات المناطق المجاورة. كانت الكهوف والمساكن العناصر الأساسية
التي تحدد ملكية العائلات الفردية والعشائر للأراضي. ولكن بروز ظاهرة المحاكم الرسمية والإدارات الحكومية اليوم غير النظام القديم. السؤال الأساسي هو: هل سيقاوم السكوترانيون تأثيرات العالم الخارجي بينما يحسنون شروط عيشهم؟ أعتقد أنه في سكوترا لدينا حالة استثنائية، بحيث أن التطور لم يصل إلى الجزيرة إلا منذ بضع سنين. نقطة التحول كانت افتتاح المطار الجديد عام 1999، وقبل ذلك لم يكن يوجد هنا أي نوع من الإنماء يسمح باتصال السكان بالعالم الخارجي. ولكن في نفس الوقت صان المحليون طبيعة الجزيرة من خلال خلق توازن مع الموارد الطبيعية، وقد حافظ الوطنيون على هذا التوازن لعدة قرون. والآن تأثير العالم الخارجي يهدد هذا الوضع الدقيق جدا. إذن نحن في زمن حيث لدينا الفرصة لإطفاء بعض التغييرات، وإن جئنا بطريقة إنمائية سليمة فقد نتمكن من المحافظة على هذا التوازن بين الطبيعة والناس من إضفاء التحسينات على حياتهم، لأنهم بحاجة ماسة لذلك. وعملية الإنماء هذه غير ممكنة في أي مكان من العالم. هنا الحالة استثنائية جدا. لقد بدأت عملية صيانة الموارد الطبيعية للجزيرة عام 1994 مع تأسيس منظمة سكوترانية لتنفيذ برنامج اليونسكو الصياني، وقد لاقت الدعم من الحكومة كونها منظمة عالمية، وبدأت بتحضير بعض المشاريع التمهيدية وبالتشاور مع جميع الجماعات المحلية. وكان من الضروري تحضير خطة صيانية تشمل كافة مناطق الجزيرة، وقد صدرت هذه الخطة في شهر أيلول سبتمبر من عام 2000 كمرسوم رئاسي يقضي بصيانة الجزر. الخطة حاليا في طور التنفيذ، بحيث أن فريقا من المحليين يعمل جاهدا لتطبيق هذه الخطة الصيانية، آملا في أن يحقق أهدافه من خلالها. أديب عبد الله هو مدير أول مشتل زراعي في سوكوترا. إنه يقوم بجمع البذور والأغراس من نباتات الجزيرة، وبعد إجراء الدراسات عليها تزرع مجدداً. المناهج العصرية ليست جديدة بالنسبة إلى السكان. بسبب انعزالهم تعلموا العيش بتوازن مع مواردهم الطبيعية. لقد كانت مسألة حياة أو موت بالنسبة إليهم. لقد أنشأوا عبر القرون مجموعة من القوانين التقليدية للحفاظ على مواردهم ولصونها. هذه القوانين القديمة ما زالت تطبق اليوم. منعاً لعدم استهلاك العشب بشكل مفرط، تنقل الماشية من مكانها بشكل منتظم. رعاة الماشية يقطعون عدة أميال مع قطيعهم متعقبين المطر للحفاظ على الغطاء النباتي. إنهم يطعمون مواشيهم أغصاناً معينة تابعة لأشجار معينة وفق مواسم السنة المختلفة. القوانين الصارمة تضمن جمع الأخشاب الميتة فقط لحطب الوقود. الأسماك هي مصدر غذاء رئيسي بالنسبة إلى السكان، وبسبب اعتمادهم على الأسماك أنشأ الصيادون منذ القدم مناطقهم الخاصة المحمية، بحيث أنه يسمح بالصيد فيها في أوقات معينة من السنة. كل شهر عندما يكتمل القمر يمنع الصيد لمدة أسبوع. في بعض المناطق الصيد بواسطة الشباك ممنوع، وبين شهري حزيران يونيو وتشرين الأول أكتوبر تنحصر عمليات الصيد نظراً إلى شروط الطقس القاسية. اليوم يخشى أن يتسبب الصيادون الدخلاء بصيد غير منتظم، والإقبال الخارجي المتزايد على شراء السمك يضغط على القوانين التقليدية.
يطالب السكان بشروط استشفائية أفضل وبإنشاء شبكة مواصلات داخل الجزيرة وبين الجزيرة والبر الرئيسي، وبتوزيع فعال للمياه من دون ذكر الكهرباء، إحدى الكماليات التي ستقتصر على بضعة مناطق فقط لسنوات عديدة. الإنماء شيء ضروري في هذا الجزء النائي من العالم، ولكن أي نوع من الإنماء بالتحديد؟ عندما غادر البريطانيون الجزيرة عام 1967 استنتجت بعثتهم العلمية الأخيرة أن نباتات الجزيرة النادرة ستختفي خلال الأعوام العشرة التالية بسبب استثمارها المفرط ورعي الماشية. بعد 30 سنة عندما قصد علماء النباتات البريطانيون الجزيرة مجددا ذهلوا عندما رأوا أنه لم يتبدل شيء منذ أن وصف العالم النباتي السكوتلندي آيزيك بلفور نبات الجزيرة للمرة الأولى عام 1880. هذه إحدى المراحل الحاسمة في تاريخ سوكوترا، لم يفت الأوان بعد لإنقاذ الجزيرة. في حين أن حضاراتنا الغربية اكتشفت مناهج الصيانة والإنماء السليم منذ بضع سنوات فقط، فإن السكوترانيين يمارسون ويطبقون هذه الوسائل منذ آلاف السنين، فقد فعلوا ما بوسعهم ليبقوا على قيد الحياة في هذه الجزيرة المنعزلة. السكان لديهم المهارات الضرورية للمحافظة على مواردهم الطبيعية، أملهم الوحيد هو احتضان المستقبل من دون خسارة أسلوب حياتهم التقليدي وجزيرتهم الفريدة.